Wondervoice.com. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هنكمل مع بعض الجزئية الثانية الخاصة بالتكليفات أو الواجبات والأنشطة في موقع كلاس فلو. احنا دلوقتي في منشئ الواجب الخاص بالدرس الأول اللي عملناه في الفيديو السابق. منشئ الواجب بيكون من زي ما تشوفين الشاشة اللي قدامكم، بس أهم حاجة فيه هي القائمة اللي على اليمين ديت. القائمة ديت فيها زر الأول اللي هو إضافة مصادر، وتحت منها الخصائص، وتحت منها الإرشادات، وتحت منها حاجة هم مترجمينها باسم العنوان، ودي لها قصة كبيرة أوي. معرفش إيه السر إن هم مترجمينها باللفظ دوت. طبعا لما دخلت على الموقع باللغة الإنجليزية لقيت مكتوب فيها روبريك، والروبريك دوت معروف اللي هو أداة لتقييم الأسئلة المقالية، وهيبقى لينا إن شاء الله فيديو خاص بإزاي ننشئه. ده كده بالنسبة للأربع قوائم أو أزرار أو أوامر في منشئ الواجب. بالنسبة لخصائص الواجب، الخصائص دي هي اللي مفتوحة اوتوماتيك، وديت اللي احنا كتبناها قبل كده، ممكن نعدل فيها. فيها العنوان ونوع الواجب والموضوع اللي هو المادة والمستوى اللي هو الصف الدراسي البلد وهكذا. تاني حاجة بقى، انا لازم اكون محدد انا الواجب دوت او التكليف دوت هيبقى عبارة عن ايه. فالحاجة اللي انا ناوي اعملها بحطها للطالب هنا في الجزئية الخاصة بالارشادات. بفتح الارشادات، بيجيب لي هنا على الشمال النافذة الخاصة بالايه، بالارشادات، كأنها محرر بسيط. فانا بحط فيها الارشادات وليكن هكذا. ان انا حد للطالب واجب منزلي عبارة عن اسئلة هيجاوبها، دي زيها زي اي اختبار عادي، وكمان هكلفه بنشاط واديت له المعلومات اهو، اسم النشاط وايه المطلوب منه. ده بالنسبة للارشادات. هبدأ بعد كده احط الواجبات والحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها احطها منين؟ من الجزئية بتاعت اضافة المصادر، وما تتخيرش عن انشاء الدروس اللي هي اضافة المصادر. نضغط عليها، بيقول هنا حدد المورد او الريسورس بتاعك. فانا مثلا هحط له اسئلة الواجب، فعندي اسئلة الواجب اهو، اسئلة الواجب المنزلي، فبختارها وبقول له تحديد. كده اخترت اسئلة الواجب اللي هو الجزء الاول الواجب اهو، ونزل لي هنا في الجزئية ديت اللي هي مورد الدرس. طيب انا كاتب له هنا عايز بحث، والبحث دوت قايل له بكده ساعة بالملف الخاص بالهجرة غير الشرعية. فالملف ده هجيبه منين؟ هرجع تاني، ده مورد هضيفه للواجب، برجع تاني للزر اضافة مصادر او موارد. انا هنا الملف دوت عندي على الكمبيوتر، فمش هلاقيه هنا هوت، لا في الموارد ولا على الصور واليوتيوب وهكذا. فانا هحمله من زر تحميل مورد جديد، اد نيو ريسورس دوت، بضغط عليه هيطلع لي المربع الحواري عشان احدد المورد دوت او الملف دوت. انا حطه على سطح المكتب، اهو الهجرة غير المشروعة، وهيبدأ يحمله وهينزله لي هنا اهو. طبعا انا كمان هضيف للمصادر او الموارد الخاصة بالواجب دوت العنوان، هم سميها العنوان او اداة التقييم الايه البحثية اللي هي الروبريك. طبعا هنا هدخل الملف، هنا اتحمل اهو، بختار وادوس على تحديد، والاقي الملف نزل اهو في موارد
المعلم. طيب انا عايز بقى اضيف اللي هو اداة التقييم الخاصة بالواجب دوت اللي انا مسمينها العنوان، هضغط عليها هيبقى ان شاء الله لينا فيديو مخصوص عن ازاي نعمل الاداة ديت، وكمان الاداة ديت هحط لكم لينكات لمواقع بتشرح ايه فايدتها وبتتعمل ازاي. انا عندي هو عامل هنا اداة تقييم الانشطة البحثية، هحددها واختار تحديد دوت. هنا لو عايز اعمل لها معاينة بضغط هنا اهو بشوف شكلها عامل ازاي. في 4 حاجات بقيس عليها البحث بتاع الطالب، واقصى درجة لكل حاجة فيها 4. حفظ، ونكمل مع بعض ان شاء الله في الفيديو التالي في تسليم الواجب، ونشوف الواجب ده هيوصل للطالب ازاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.